وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بحادث أليم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. ورد فعل الفنانة ريهام عبد الغفور على الخبر، ومين هو الفنان المتسبب في الحادث؟ هو مش مسألة مقلة، أنا تقريبا ممتنع، فقلت أبطل كلام. من ساعات انتشر خبر وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على منصات السوشيال ميديا، والخبر كان محزن جدا لكل جمهوره والوسط الفني، ولكن قضاء الله وقدره. اللي حصل ان الفنان اشرف عبد الغفور كان سايق سيارته بنفسه هو وزوجته، وكان متجه لبنته الفنانه ريهام عبد الغفور، ولكن اصطدمت سيارته من الخلف، وده ادى لاختلال العجله الخلفيه، وتم نقل الجثامين للمستشفى بسرعه. ولكن تبين ان الفنان اشرف عبد الغفور كان في حاله شديده جدا وفي غيبوبه، وفارق الحياه عن عمر يناهز 83 سنه. أما عن حالة زوجته فقد أصيبت بعدة كدمات بسيطة جدا، وده اللي أكده أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية. أما عن رد فعل الفنانة ريهام عبد الغفور فكانت في حالة من الصدمة والانهيار التام، وذهبت إلى المستشفى وتلقت الخبر الصادم، وكان بيواسيها ويرافقها مجموعة من زملائها الفنانات زي دينا الشربيني وحنان مطاوع. وكتبت ريهام عبد الغفور بصفحتها على الفيسبوك وقالت: مش مصدقة والله إني بكتب عنك كده، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هتوحشني قوي يا حبيبي، توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا. ومن بعدها وانهالت عليها التعازي والمثاواة. لا هو لغايه دلوقتي بيدلعني، انا مفيش حاجه بطلبها ابدا بصراحه غير هو بيعملها لي، يعني انا سنده جامد قوي، سنده هو ظهري جامد، فانا سنده وبدلع لغايه دلوقتي. اما عن المتسبب في الحادث فتبين من التحريرات والمعاينه انه شاب وفنان تشكيلي يدعى مهند وعنده 33 سنه، وتم التحفظ على السياره، وطلبت النيابه العامه بفحص عينه من دماء السائق المتهم وبيان تعاطيه مواد مخدره من عدمه. خلينا اقول لكم عن ردود فعل بعض الفنانين والفنانات. وكانت من اول المعزيين هي الفنانه شيرهان، وكتبت على موقع تويتر اكس وقالت: ان لله وان اليه راجعون، في قيمه وقامه انسانيه وفنيه كبيره الفنان المحترم اشرف عبد الغفور، اتقدم بخالص العزاء اولا الى قره عين والدها المغفور له باذن الله الفنانه الرائعه غاليتي ريهام عبد الغفور، وإلى جميع أفراد أسرته الكريمة، دعي الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. أما الفنان خالد النبوي فنعى الفنان أشرف عبد الغفور وقال: خالص العزاء في رحيل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، خالص العزاء للعزيزة الغالية ريهام عبد الغفور وكل العائلة، ربنا يرحمه ويلهمكم الصبر. أما الفنانة نور فقالت: ربنا يصبر قلبك يا ريهام في وفاة الأستاذ المحترم الكبير أشرف عبد الغفور. خلينا أفكركم سريعا إن الفنان أشرف عبد الغفور ولد في مدينة المحلة الكبرى عام 1942، وبدأ العمل الفني من خلال المسرحية في عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم. تميزت أدواره في الأعمال التاريخية والدينية مثل الإمام مالك، القضاء في الإسلام، ودعاء قرطبة، وعمر بن عبد العزيز، وهارون رشيد، والليث بن سعد. توفي الفنان أشرف عبد الغفور في 3 ديسمبر لعام 2023 عن عمر يناهز 83 سنة. وعن تشييع الجنازة قالت ريهام عبد الغفور: الجنازة يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر. أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لأبي. في النهاية نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.